السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ستورز فوائم أ. اليوم غنشوفوا بعض النصائح اللي خاصني نديرهم إلا كنت غنخلي طوموبيلتي واحد المدة محطوطة، يعني ما غاديش نستعملها، سواء كنت غادي مسافر واحد المدة ولا كنت غادي خدام على برا، يعني طوموبيلتي غادي تبقى غير محطوطة. شنو هما الحوايج اللي خاصني ندير لها؟ النصيحة الأولى اللي غادي نشوفوا وهو الفرانامان. من الأحسن ما خصوش يبقى مهزوز بزاف واحد المدة طويلة حيت ما غاديش يبقى يخدم من بعد. دونك شنو خصنا نديرو؟ نديرو شيكالات للرويض باش الطوموبيل تبقى واقفه ديك المده اللي غادي نخليوها فيها. النصيحه الثانيه اللي غادي نشوفو وهو الزاج ديال الطوموبيل. من الاحسن نخليوه محلول واحد شويه، واحد 1 سنتيمتر تقريبا، باش يبقى يدخل البرد للطوموبيل وما تزمطش من الداخل وتولي فيها ريحه خايبه. النصيحه الثالثه اللي غادي نشوفو وهو البنوات. كيف ما كتشوفوا في الصوره، الا خليناهم مثلا بحال هكا الرويضه غتكون في شوشه، راه دوك التنيات غادي يبقاو حيت غتبقى الطوموبيل مده طويله، دونك غادي يخسر لينا البنو. من الاحسن نفخوا البنوات مزيان باش تبقى لينا الطوموبيل مزيان. النصيحه الرابعه وهو الباتري. من الاحسن ديبرونشيوه حيت الا بقى مده طويله وهو ساكت راه ما غاديش يبقى خدام من بعد. النصيحه الخامسه وهو الريزيرفوار. ما خصناش نخليو عامر بالوقود بزاف، من الاحسن تكون غير واحد كميه قليله، حيت الا خلينا كميه كثيره كيتكونوا واحد الرواسيب ما غيكونوش مزيانين للريزيرفوار. كنتمنى هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم وابوني لاشين يوتيوب. نتلاقاو في حلقه اخرى.